تكتفي ما بان منه ما خفي خلك مع صاحب وفي يكفيك عذرة السنين يكفيك عذرة السنين يسعى من الحيين الخير عمل عندك طيب يا مرحبا حلو يا عم منيب عطى الصدى في كل ارجاء القريه خل القريه تعم بالفرح ولا الكرم والطيب ما يعرف الا الطيبين يوم كل اللي يجهل الطيب والفعل الله هذا سالم بن سعيد راعي الكرم اللي مجد له في مدود الله لا تحب القصايد انت اي والله احب القصايد كيف تبي قصيده يقول العمر يفنى والحياة أحلام يا سلام. والدنيا متاع يا كم من نفس روحت ما حققت مطلوبها يا من خدع في ضحكة الدنيا ترى الضحكة خداع لا تامن الدنيا ولو تضحك لكم عجنوبها المرجلة ما هي بسرعة تنشرى ولا تباع كم ناصر يطيحون ويقومون ما فرحوا بها سلامتكم أبشر سعد هلا هلا الله يحييك هلا أبو سعيد هلا بالزين سعيد الغام يا خالد خالد كيف حالك سالم هلا هلا ومين طيب الله يحييك كيف صحتك طيب كيف عنك شو صحتك قبل كل شيء رب الكعب شكرا تفهم كيف والله انك تفهم يا حبيبي كيف حالكم بسم الله الرحمن الرحيم شباب تسمعوني يا شباب لا يلا يا شباب نبي نبدا يلا بدينا الان الصوت في جميع رجال القريه والشباب حضروا احنا نستقبل اتصالات راح تكلمون جمهوركم يا الله مساء خير يا الله سلام عليكم سلام الرجال هذا باليوم سحبته للحلقه الحين استنى يا مرحبا هلا هلا يلا حي هلا مرحبا يلا حي دوام صحة طيب ادع انك صحة طيب خلاص صحة طيب بسم الله بسم الله المايك طيب بسم الله الرحمن الرحيم طيب شباب اللي يسمعني راح نبدا الفقره الان في بداية الفقرة وقبل نبدأ الكلام وقبل نبدأ السلام جهزوا لنا كاشات الاتصال نستقبل اتصالات الجمهور طيب بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله الله يحييكم يا شباب يا مرحبا ومسهلا في بداية الفقرة أمس خلصت فقرة آخر الليل الساعة 5 فجر وقابلني رجال قال لي أبو سعيد بالله أبيك على جنب كذا بيكلمك قلت رجال وش عندك تبشر الشاهد جيت قال سالم أنا خدماتي موقف ممتاز وهذه 5 ريال ابي اعطيك اياها بالله عليك انك تروح تتوقف تتصدق بهذا الوقف والله العظيم انها اثرت فيني الربع بشكل مو طبيعي اي والله العظيم سبحان الله شوف كم ما عنده لا عنده حسابات موقف كل شيء سبحان الله عنده حرقه يبي يكون له اثر يبي يكون معنا فاعطاني هذه 5 وبالفعل تبرعت بها بنيته عنها في هذا الوقف فالمشاعر كانت يعني كانت مليئه وكانت جياشه فأسأل الله عز وجل يجعلك ميزان حسناته في بداية الأمر رحب فيكم جميعا أنتم نجوم وأنتم أبطال وأنتم مبدعين طوال 90 يوم استفدنا وتعلمنا وحزننا سوا الله يبعد عنا الحزن وضحكنا سوا كانت ذكريات مليئة بالمشاعر اي والله فسبحان الله والله أنها من أسرع البرامج اللي مرت علي يعني بشكل ما تصوره ان قربنا من نهاياته وانها يومين وراح تنتهي جميع هذه الذكريات اللي خلدت في صدورنا بس انها ان شاء الله وكذلك خلدت على الشاشه ولكن ان شاء الله هذا ما راح يكون اخر العهد اول شيء راح فيكم مره ثانيه وثالثه ورابعه بمحبه وتقدير ومسي عليك يا خالد وعلى اهل السلطنه في كل خير مرحبا ومسهلا الله يعزك ويرضى عنك يا مرحبا طيب شباب نبي من الان على طول نبدا الاتصالات ونستقبل اتصالات الجمهور والجميع ان شاء الله راح يستقبل يوم اتصالات يا سلطان خلي ليه الله الصبور نفس اخر مره ايوه كذا مضبوط طيب هنشوف بسم الله ايه مضبوط خلاص طيب تعرفون ليش جيت والامر خلاص بدينا به من الصفر وان شاء الله وصلنا الى القمه وان شاء الله بنقفل الموضوع ابشركم من اللي بيحتفل نفس امس طيب ابشركم يا الربع باقي من اصل 48,000 سهم ما عاد بقي الا 600 سهم اللهم لك الحمد اي والله 600 سهم اي والله يعني 600 سهم من 250 ريال نعيش اجمل شعور اللي تعبنا لاجله 90 يوم صحيح ان جميع الفقرات فيها منافسات فيها تحديات والكل يبغى ياخذ منصب او يبغى ياخذ الاول في هذه الفقره ولكن اليوم هدفنا واحد بدينا فيه من الصفر
باقي 600 سهم ب 250 ريال نقفل هذا المشروع اللي بدينا به من الصفر. ومين بيحتاجه وراح يكون راعي هالمين؟ ايش رايكم؟ او خلنا نبدا نخلي شوي هذا الموضوع. اول شيء ودي نتكلم الريع لمين، من المستفيد و الى اخره. ناخذ خالد. اول شيء طبعا الكل عارف ان ندفع في ثيابنا وندفع في ملابسنا وندفع فنعال الله يعزكم ندفع فيها مثلا 700 600. تدفع 700 انت يا مساعد؟ لا المهم ف انك لا صحيح والله في ناس تدفع تدفع المصره تاخذ مصره تاخذ شمغ يعني تدفع عليها دفع والله انصدق في النهايه انا اشهد هو صادق بدأ... يعني رحت طال عمرك ولا اقطع كلامك رحت طال عمرك مقاهدي طال عمرك كوفيهات ندفعنا 300 400 أيه. 500 600 والله على شيء طال عمرك ما يسوى شيء ما يسوى شيء ما يبقى لك اما انك انت اذا دفعت اليوم شيء في سبيل الله باكر يرجع لك يا سلام تدفع لك شيء 250 والله لو تدفع 1000 تراك انت كله في النهايه شيء راجع لك خير لك انت والله بالتوفيق ان شاء الله هو ما نقص مال من صدقه الله يجزاك الله خير وبيض الله وجهك وهذا والله التعليق الصحيح الكماليات تراي كلها راح تفنى مع الوقت ولكن ما تركته في سبيل الله هو اللي راح يبقى لك هو اللي راح تلقاه ان شاء الله يوم القيامه 600 سهم من 250 ريال نقفل هذا الوقف تماما كان عندنا 48000 الان 600 والله العظيم انه مبلغ خيالي بهمتكم تكاتفكم نسجد ان شاء الله شكر جميعا باكتمال هذا الوقف وننظر استقبال اتصالاتكم ما عاد باقي 600 شخص 600 شخص ان شاء الله انا بس قفل 600 بس هذا 250 250 والله العظيم والله بسيط نقفلها طال عمرك في 10 دقائق باذن الله يا رب يا رب يا رب حسين نبي تعليقك على هذا الموضوع وكيف بدينا من الصفر وكيف كانت البدايات صعبه ولكن بالتوفيق او بالتكال على الله عز وجل وفعل السبب ان شاء الله نتوفقنا باقي 600 سنه اي والله توفقنا الحمد لله ونشكره اي والله توفقنا من 48000 سهم طال عمرك ما عاد باقي 600 الحين نعم. والله العظيم نحمد الله ونشكر الحمد لله رب العالمين بادروا تصدقوا عن انفسكم عن مرضاكم عن موتاكم عن انفسكم عن اللي بخطركم في رمضان بدنا على شهر رمضان الحين نحمد الله ونشكره والله العظيم يا اخوي ادفعون اللي عندكم بما تجوده نفسك قدمه والله العظيم تلقاه عند ربك تلقاه في الدنيا سلام. قدام الاخره احسنت تصدقوا بادروا الله يجزاكم خير طيب كنترول في اتصالات هاي كنترول مين؟ طيب معنا فهد الدوسري بالحوطة يا مرحبا ومسهلا يا فهد هلا يا فهد السلام عليكم يا مرحبا ومسهلا اسمعك جميعا والشباب يسمعونك والجمهور يسمعونك وش حاب تقدم؟ يا فهد تسمعني؟ خليه يقصر عليك طيب فهد أبيك تسمعني أول شيء من الجوال الشيء الثاني يا حبيب قلبي باقي 600 سهم من 250 ريال وش حاب تقول؟ فهد تسمعني؟ طيب فهد شكرا لك انت كذلك على اتصالك يا فهد بيض الله وجهك يا فهد وشكرا لك اتصالك طيب فيها اتصال ثاني يا حبيب قلبي طيب راح نستقبل راح ناخذ من الشباب سم ايه طيب راح نستقبل الان رسائل من الشباب ثم كذلك نستقبل رسائل ان شاء الله من او اتصالات من الجمهور مصعب تعليقك انا اقول والله تصدقوا في حياتكم هذه لاخرتكم ذيك والله ترى انت هنا في اختبار في الدنيا في اختبار لازم انك تعمل بالاسباب ولازم تتصدق ولازم من الامور هذه انت يمكن ما ترى يسمونها اثرها هذا الحين لكن ترى اثرها في الاخره فهمتني أنا أقول والله يا أخي الصدقة شيء جدا جميل تصدقوا عن موتاكم عن أحياكم وعن جميع من تحبون وعن مرضاكم وبس والله بيض الله وجهك جزاك الله خير كبير. يا الربع همتكم ترى والله ما عاد بقى إلا 600 سهم والله العظيم أنه شيء بسيط ونسأل الله عز وجل يفرحنا باكتمال هذا الوقف ترى 600 شخص ركزوا معي الآن عدد اللي يتابعونا 20 10 30 ألف ترى الآن 600 شخص من 30000 او 20000 600 شخص من 250 ريال بس 600 من 250 ريال نقفل هذا الوقف تماما طيب تسال كيف تتبرع في هذا الوقف الباركود على الشاشه تمسح الباركود ويدخلك على المتجر وباللي تقدر عليه اذا ما تعرف الباركود عندك تطبيق الراجحي تدخل التطبيق جمعيه خيريه جمعيه عون الخيريه وقف جاري تصدق باللي تقدر عليه
ما راح نقول لك يعني مبلغ معين، ولكن حنا من باب ايش الترتيب نقول لك باقي 600 شخص من 250 ريال نقفل هذا الوقف. سلطان تعليقك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد 600 شخص من 250 ريال والله يسيرة. احسن مايكي في شيء؟ في شيء مايكي؟ لا لا مضبوط. 600 شخص والله من 250 والله يعني سهل. من 48 ألف سهل، ما عاد باقي إلا 600. والله ما أنت ما تدري يا أخي، يا أخي لا تقول أبصبر شوي بنتظر بكرة. طيب الوقت سلطان بيض الله وجهك، تعليقك حلو، كلام جدا حلو. أسلم الاتصال. معنا اتصال أبو سلطان. أبو ياسر. أبو ياسر استلم ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم. ومساك يا مرحبا يا أبو ياسر. عساكم طيبين. يا هلا ومرحبا طيبين. يوم سمعنا صوتك والله انا اشكر مجهوداتك يا سالم. لبيك اقول نشكر مجهوداتك حتى في الفجر امس متابعينك وجاي والله يجزاك خير. الشكر لله ثم لكم، طال عمرك انتم اللي تحمسونا يعني بيض الله وجيهكم. كان 48000 واليوم 600، فهذا الشيء والله انه دافع عشان ان شاء الله نقفل هذا الوقف ويكون شاهد لنا يا رب العالمين باذن الله. انا بيك يا رب الله. يا رب انا طال عمرك اتبرع ب 500 ريال. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. جزاك الله خير يا ابو. احط معنا ابننا متسابق مساعد الزاهر. الله يرضى عليك ويجعلك تسلم يا ابو ياسر ولا يهينك لفدا خشم. هذا النجم، هذا النجم الاسطوري صراحه، ما اسميه ملك الريالتي. الله يرضى عليك تسلم لفدا خشمك ولا يهينك. الله يطول بعمرك. نبغى اليومين هذه تحرق قلبك. نبغى على خشمي على خشمي على خشمي. الله يبيض وجهك بإذن الله. بإذن الله منحت زم جمهور مثلكم ما هم مقصرين. جعلك والله تسلم بالتوفيق. الله يبيض الله وجهك ولا يهينك ويجعلني في دا خشمك. بيض الله يستر عليكم. ودعناك الله. طيب بيض الله وجهك يا ابو ياسر، تعليقك على عجالة. الله يبيض وجهه ويجمل حاله. الجمهور والله انهم دقوا البارح ودقوا ذا اليوم والله يبيض. طيب الحين دقوا بك تستقبل الاتصال معك همس. على خشمي. مرحبا يا همس. همس الزهراني. ايش؟ همس الزهراني. همس الزهراني مرحبا يا همس. الو يا همس تسمعينا؟ يا همس السلام عليكم. همس شكلها ذهبت. ذهبت. اسمع صرصور. طيب اتصال قطع. طيب اتصال قطع وذهبت وان شاء الله انها تعد. لا ان شاء الله انها تعد. ان شاء الله انها تعد. طيب ابو ياسر شوفت عينك تبرع باسمك 500 ريال واثنى عليك بخير، وش الشعور وش الطاقة الإيجابية اللي جاتك بعد الاتصال؟ اللهم لك الحمد، شعور اني وصلت لقلوب الآباء وان شاء الله اني وصلت لقلوب الأمهات وان شاء الله اني وصلت لكل بيت سعودي بمحبة ان شاء الله، واني أدخلت السرور على الجميع. والله يكتب أجره ويعوضه خير منه يا رب. إن شاء الله مخلوب عند الله عز وجل وأنت تستاهل والشباب إن شاء الله جميعا يستاهلون. العزيز تخلصوا على قلوبنا حنا قبل اللي ورا الشاشة. جعلك تسلم يا مصباح. تستاهل تستاهل. هذا ندلدل على المحبة والألفة بينكم. طيب عندنا نعوضك، عندنا أمل من الرياض. أمل من الرياض مرحبا ومسهلا. ألو شوف إذا ما ردت ما عاد بخك تسوي تصرف. ألو السلام عليكم يا أمل. وعليكم السلام. مرحبا يا أختام الله يحييك. الوقف باقي له 600 سهم، ايش حابة تقدمي للوقف؟ طبعا انا تبرعت بنيتي وبنية والدي وعبد الله الزهراني. الله يستاهل. طيب بيض الله وجهك يا امل، والله يجعل ان شاء الله ما قدمت في ميزان حسناتك. طيب معنا امل والله انقطعت صوت. طيب عبد الله كم 250 ممتاز. طيب عبد الله أمل الزهراني تبرعت عنك وباسمك ومن جمهورك ومحبة لعبد الله الزهراني على الشاشة، فأرادت إنك تكون إن شاء الله معها في الدنيا إن شاء الله، أو إنها معك متابع لك في الدنيا وإن شاء الله تكونون مع بعض في الآخرة. تعليقك؟ أول شيء الله يعطيها العافية ونشكرها والله يعوضها بخير، وإن شاء الله نكون عند الهقوة بإذن الله. والله العظيم إن المشاعر متلخبطة ولا أدري كيف أرد الصدق. وكل أي واحد بيجي يتبرع عن اسمه في الوقف هذا والله العظيم إنه بيجي نفس الشعور، فالله يجزاها خير وإن شاء الله نكون عند الهقوة. بيض الله وجهك يا عبد الله. طيب يقول المخرج في ضغط اتصالات فنستقبل اتصالاتكم، وإذا مسك معك الخط يعني أبد الشباب يسمعونك وحين نسمعك والجمهور كذلك يسمعونك. راح الكثير. طيب خلنا نأخذ اتصال مع نورة بن حايل.
استقبل اتصال يا خالد. يا هلا يا نوره. الو. مرحبا يا نوره، كيف الحال؟ الحمد لله، كيف حالك؟ اختي نوره باقي على الوقف 600 سهم، وش حابه تقدمي؟ اتبرع ب 500 ريال. عسى عني. حسن عدو. الله يستاهل. يقول عسى عني. طيب بيض الله وجهك. يا نوره الله يجزاك خير، بيض الله وجهك. الله يجزاك خير ويجعلها في ميزان حسناتك، كل من تبرع. طيب بيض الله وجهك يا نوره، والله يجعلها ان شاء الله في ميزان حسناتك. الحمد لله، يعني رحنا بكذا تقريبا، خلنا نقول كم سهم؟ خمسة نقول 10 سهم تقريبا، خلاص باقي تقريبا 590، يعني خلاص والله ما عاد بقى الا الجمالة. خلونا نقفل هذا الوقف ونسجد سجد شكر ونفرح والله العظيم فرح كبير، لان هذا الشيء اللي بيبقى لكم. نستقبل اتصالاتكم اول باول، قبل ان شاء الله كذلك نستقبل اتصال. انا ودي اخذ تعليق من دغش. دغش بتعليقك اليوم، شفنا اليوم شفنا مسرحيه جميله على الوقف، وش الشيء اللي حركك تسوي مسرحيه في الريالتي؟ والوقت هذا الان زي ما تعرف انه وقت او ملك كل متسابق يحاول يطلع فيه بالشكل اللي يناسبه. دغش سوى مسرحيه للوقف، وش شعورك؟ الله يرحم والديك يجمل حالك. اما بالنسبه للوقف هذا، احنا المسرح قبل ما اطلع البرايم يا طول عمر السلامه كنا نتكلم في المشهد التمثيلي هذا، فكانت الفكره ذي عندنا من قبل اني اطلع، فقلت اني ابى اطبقها، لاني ابى اطبقها يوم جاء اليوم الاني انا وسلطان ومصعب، فطبقنا المسرح التمثيلي. واما بالنسبه للوقف ان شاء الله انه بيكتمل، والله يبيض وجيههم ولا يهينهم، يرحم والديهم. وانا اتبرع بسهم مني 250 لخالد الحجري، يستاهل. ما ودي ارد. والله الله يجزاك خير. معنا جمانة من الرياض. السلام عليكم يا جمانة. السلام عليكم. أوف. جمانة ولا مين؟ طيب يا هلا مرحبا. صحيح. مين؟ أنا بتبرع عن 50. أيوة، عن مين؟ عن جدي وأمي. عن مين يا؟ عن جدي وأهلي والمتسابقين. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. الله يجعله ان شاء الله في ميزان حسناتك. شكرا لك. معنا باقي الخط. الله يحفظه. الله 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 يحفظه ان شاء الله. طيب جمانة تسمعينا؟ طيب جمانة الزرارق في الجميع. طيب شكل يتصرح. الله يجزاك خير، واسال الله عز وجل ان يجمعك باحبائك ان شاء الله في الجنه. تبرعات تجي باسماء المتسابقين، باسماء كذلك والدي، الجمهور، اخوان، احباب، كل من له شخص عزيز تبرع عنه الجمهور. أو إذا أنا أحب شخص عزيز علي فبإمكانك توصل له للتبرع. مشاعر التبرع والوقف الجاري هي أفضل مشاعر، وأنا جربتها والله. أمس جاني تبرع باسمي، كان لها أثر والله العظيم على صدري عظيم، شعور ما تعرف كيف توصفه. فما بالكم أنتم ما شاء الله تبارك الرحمن، كل يوم يجيكم تبرعات بأسماءكم، شيء عظيم. طيب معنا اتصال شادي من القصيم. ألو يا شادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا شادي. يا مرحبا فيك. الشباب جميعا يسمعونك، وش حابة تقولين؟ تصدقوا ما بقل القليل، ونصدق 35 ريال عن جدي وجدتي. بيض الله وجهك. الله يعطيك العافية ويجعلها ميزان حسناتك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تصدق ولو بشق تمرة، اللي تقدر عليه تصدق به، ترى عند الله عظيم. الله ما ينظر إلى كم قدمت، ينظر إلى صدق قلبك ونيتك وإحسانك. حسن جاك أو جاك اتصال من نورة، توقع من نورة تبرعت عنك، تبرعت تقريبا ب 500 ريال. وش حاب تقول؟ وش الشعور اللي حاب توصل لنا؟ أنا أدريك تضحك لأنك دارني بجيب العيد. لا لا والله، لا والله بالصدق، يعني لك جماهير يحبونك يتبرعون باسمك، فأنا حاب أسمع منك. الله يبيض وجهها ويجعلها في ميزان حسناتها. والله ان التبرعات هذه تعني لنا الكثير. اي أيوة والله. وزي ما قلنا كان 48 الف سهم، الحين باقي 600 الف سهم. 600 ما في 600 الف زي ما قلنا. لا والله 600 والله قلت لك. يا لا تضحكون يا عيال. لا مو مشكله، صحيح 600 زي ما قلنا لكم، باقي خلصنا 48 الف سهم، باقي 600 سهم. يا سلام. ذهب الكثير وبقي القليل. تصدق بما تجود به نفسك. يا سلام. والله يكتب اجرها ويجعلها في ميزان طيب حسناتها. طيب اسمع، استقبل اتصال معك نزول من الرياض. استقبل اتصال. مساء الله بالخير يا نزول. مساكم الله بالنور. يا مرحبا، كيف حالك؟
والله الحمد لله. نزول باقي 600 سهم، وش حابة تقدمين؟ أول شيء قول سمي. الله يوفقك. اللهم اللهم آمين وياش. نيابة وبندرم طيب في الرياض. يستاهل بندرم. بيض الله وجهك. الله يجعله في ميزان حسناتك. طيب بيض الله وجهك نزول، والله يجعله إن شاء الله في ميزان حسناتك. كم تبرع؟ كم؟ 50 ريال. 50 ريال. لا طيب. لا بندر 50 ريال هي تقول أتبرع عن الجدة 50 و 250 مجموع. هي باقي دار 50. طيب. 250 نزول معنا ولا راح تصلها؟ لا 250. طيب راح. طيب ترى شادي ترى 35 مو ب 300 ريال 35 ومعنا اتصال سعود. شادي ايه سعود السلام عليكم. طيب سفانة السلام عليكم يا سفانة. سفانة يا هلا يا مرحبا يا سفانة. شيفز انت الشيفز اللي معنا في المطبخ. سفانة تسمعينا؟ لا ان شاء الله نمشي على يا سفانة نسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سفانة انت اللي معنا الشيفز في المطبخ؟ لا ما في. يلا يا مرحبا ومسهلا يا سفانة. الشباب يسمعونك والجمهور يسمعونك، وش حابه تقولين وش حابه تقدمين؟ سفانة تسمعينا؟ طيب وش حابه تقدمين للشباب يسمعونك؟ كله بنك يا مساعد. وش دخل يا اخي انت سب سفانة. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. استقبل الصلاة الثانية. علي استقبل اتصال. لا خلي استقبل اتصال. انت شفك تضحك قبل شوي على حسن. لا هو قبل توجه عنده جاء قاعد يتكلم، كنا نسولف عن ال 500 انه كذا. قلت وينك؟ قال كنت في استديو. قلت كويس انك وجيت، يمكن كان كلشت. ما بدأ اني خلصت كله وقلت على الله 600 الف سهم. الله يجزاك خير. المشاعر ان شاء الله وصلت. طيب علي باقي 600 سهم، تعليقك. الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم على عجال. اول شيء الله يكتب اجر كل من تصدق يا رب. وزي ما قلنا اول كنا نستكبر الموضوع والمشاهدين، وحنا نشوف انه يعني الوقف اسهمه كثيره 48 الف سهم، كيف بنغطيها وكيف كيف وصلنا؟ خلاص ما بقي الا اليومين هذه. البدار والسابقون 600 سهم وقدها نزل منها اكثر من سهم الى الان. ووقفتها الخير ووقفتنا ووقفه المشاهدين يتابعون الان. ونسويها معادله بسيطه ابو سعيد، يقول مثلا يتابعونا بث مباشر، بس لو بث مباشر 1200 من 125 ريال قفلنا الوقف. الله اكبر. وكمان ايوه شوف يعني، وكمان لو ننزلها كمان على معادله بسيطه يعني الاف الالاف يتابعونا الحين. 1200 من 100 ريال قفل الوقت. 1125 من 1200 شخص. 125 ريال قفلنا الوقت. يا سلام. 600 شخص ب 250 قفلنا الوقت. يا سلام. حظه اللي ربي بيخليه انه يرزق انه يبادر ويتصدق، وان شاء الله انها تجري في ميزان حسناتك. بيض الله وجهك والله يجعل ميزان حسناتك. معنا اتصال، استقبل يا دغش. يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. يا مرحبا. كيفك يا دغش؟ يا لبيه يا ولد الدغش. مرحبا لي. يا مرحبا وسهلا يا دغش. كيفك وكيفك وياك؟ يا هلا مرحبا. بخير لك الخير وحي والله بالصوت. اتبرع لك 250 يا دغش. الله يجعلني فداك. والله يرحم والديك ولا يهينك ويجعلني والله فداك. الله يجعله ان شاء الله في ميزان حسناتك. الله يرحم والديك والله لا يهينك وجعلها في موازين حسناتك. كيفكم طيبين وكيف الشيبان؟ بخير كلهم سلم. الله يسلمك ويطول بعمرك والله لا يهينك. يا والدتنا طول عمرك وجعلها في ميزان حسناتك يا خاله. الله لا يهينك. الله يحفظكم جميعا. عسى ربي يحفظك. بيض الله وجهك يا ام دغش. الله يحفظك. واسال الله عز وجل يجمعكم ان شاء الله في الدنيا والاخره. طيب دغش من قدك اليوم؟ والدتك اتصلت عليك وتبرعت باسمك. وش حاب تقول؟ والله ان الصدق اني اللي خمت، والله يجعلني فداها. امي متابعه لي ودائما تفرح بظهوري في ذا البرنامج وتتمنى لي كل علم طيب، فالله يجعلني فداها وان شاء الله اني اكون على قد الهقوى. وانت عندها يا ابو لا خلا ولا عدم ان شاء الله. اي والله اني اقولها وانا صادق. وهذا والصلاه والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اللهم امين. طيب ان شاء الله والسلام يا رب يا رب. طيب ايه
نبغى الان كذلك يا مخرجنا ارقام التواصل على الشاشه نستقبل اتصالاتكم وراح نوزعها ان شاء الله بين الشباب خلي كل شخص يستقبل اتصال وناخذ تعليقاتكم وراح الكثير والله معد بقيه الا القليل طيب اي باذن الله خلاص احنا ميقنين بالله عز وجل انه ما يجي بكره ولا بعده الا الوقف مكتمل والله العظيم انها يعني انا ما ادري كيف انام ذيك الليله ان الوقف يكون مكتمل ومتقفل تماما هذا والله الشعور العظيم اعظم من نجم الجمهور واعظم من المركز الاول وخال هذه طيب مع طيب معنا ايه معنا اتصال نزول من الرياض مزون مزون اهلا يا هلا يا مزون السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا الله يمسك بالخير الشباب يسمعونك جميعا والجمهور والمشاهد يسمعك وش حابه تقولين انا بتبرع 100 ريال لحسن العجمي وبندر المطيري وابلغهم كلامي طيب جمهوركم دايم معاكم بيض وجه يا مزون أحبابنا أقف الآن بأرض وقف الرحماء هذه الأرض تنتظر مساهمتكم تنتظر تبرعكم لماذا؟ لأنها وقف في سبيل الله يعود ريعه على الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين ومن الذي بدأ بالوقف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وله اسم إلى الآن عثمان بن عفان لا زال وقفه مستمر إلى الآن في ميزان الحسنات ألا تريد أن تفتح لك صحف الحسنات؟ ويبقى أجرك مستمرا في حياتك وبعد موتك تريد تبر والديك برا عظيما أوقف لوالديك أوقف لأسرتك ولهذا سوف تجد أثر هذا الوقف زيادة في الأجر زيادة في الرزق سعة في الصدر رحمة من أرحم الراحمين يوم تفريج الكربات يوم العرض الأكبر يفرج الله كربتك لأنك فرجت عن مريض ويتيم ومكروب وأرملة ومسكين ومحتاج الله يفرج عنك وأسأل الله أن كل من ساهم وتبرع في هذه الأرض التي تنتظر كما ترون دعمكم وسخاءكم وبذلكم أن يكون في ميزان حسناتكم ويتقبل منه ومنكم وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام راح ان شاء الله نطلع الكاشات على الهواء الله يبيض وجه كل من تبرع وكل من تصدق في هذا الوقت ربما شخص من الاشخاص جالس سمع هذا الوقت تبرع فيه نسى المبلغ ولكن يوم القيامه راح يحصل قدامه لان الله عز وجل يقول ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره راح الكثير وبدأ من الصفر 600 سهم والله العظيم إننا نحرص ونحضر يوميا عشان نقفل الوقت تماما لأنه خلاص يعني حنا بدينا من الصعب ما عاد بقى لنا سهل وأنتم إن شاء الله يعني خلقتم إن شاء الله الصعاب وأنكم تسهلونها بتوفيق الله عز وجل يساعد توزع ابتسامات جنب الصبورة وش حاب تقول حاب أقول الله يكتب أجر من كل من تبرع ويجعلها في ميزان حسناتهم والله كان يوم كنت جنبك كان في خاطري المعادلة اللي سواها أبو مفرح جعله يسلم إذا اللي شاهد البث مثلاً 300 واحد 600 واحد منهم بيتبرع أو 500 واحد بإذن الواحد لحد ما تنتهي الفقرة لو قد حمستانسين باكتمال الوقف يا رب ما عاد بقى إلا القليل على البرنامج بينتهي نبغى السعادة تكون سعادة إلى الستيج النهائي بإذن الله باكتمال الوقف والله يجزاهم خير واللي ما هو قادر انه يتبرع يقدر يرسلها على الجروبات يرسلها على كل مكان طيب بيض الله وجهك ايش قاعد تقول بس يا هم يطالبين هم نظام كذا لا طيب عبد الله الزهراني معنا اتصال من ام سحر
من حفر الباطن. يا مرحبا يا ام سحر، يلا الله حيها. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزاكم خير على هذا الدعم ان شاء الله، وباذن الله نفرح باكتمال هذا الوقت يا رب. والله يجزا الجميع خير وجزاء. طبعا اتبرع 250 ريال عن والدي الله يرحمه واصدقائه. الله يرحمه، الله يرحمه، الله عز وجل يرحمه. والله يجزاك خير يوم سحر، وهذا الشيء وهذا الشيء والله اللي قدمتي لابوك ترى هذه اعظم هديه. يظن الانسان، يظن الانسان انه اذا او اذا اذا مات او اذا الانسان اذا مات اعظم هديه تصله هي دعوه، والله صدقه، لان الله عز وجل يقول حال الميت يقول ربي لولا اخرتي لاجل قريب فصدق فاكم من الصالحين. فيا هنيك برك لابوك، هذا اعظم شيء تقدميه له، والله يجعله ان شاء الله في ميزان حسناتك. ان شاء الله الله يجمعنا وياك في جناتنا يا رب. وباذن الله انا نفرح ان شاء الله. الله خير يا رب يا هلا ان شاء الله. ان شاء الله جزاكم الله يا مرحبا ومسهلا. طيب عبد الله الزهراني لبيك، حاب تقول له مسحر تبرعت عن ولدها ب 250 ريال. اول شيء الله يجزاها خير، والله يجعلها في ميزان حسناتها يا رب. وحظ من كان له بصمه في هذا الوقت، من تخيل من 48 الف سهم ما عاد بقى له تقريبا 600 سهم، والله اللي يحط له بصمه في هذا الوقت انه فايز باذن الله. يا سلام، بيض الله وجهك، والله يجعل ان شاء الله في ميزان حسناتك. دقيقه بس سيد تفضل. الوقف يعني مستمر، وقف عثمان بن عفان، عثمان بن عفان من 1400 سنه الى يومنا هذا، الصدقات والأجور، يعني كيف تكفي اليتيم، يكبر اليتيم ذا يتعلم يصير دكتور ويعلم علم ينتفع به، يعني أجور عظيمة. أي والله، والله العظيم لربما يكفي لأيتام ثاني، يعني أنت لا تحسبنها بسيطة، يعني تصدق بما تجود به نفسك. السابقون السابقون، ترى اللي يقفل الوقف أجره أعظم من يعني تصدق بالوقف بداية الوقف. بأدره بأدره، لا تنتظر، والله ما تدري له يقفل الحين، بأدر اخلص اخلص. ناخذ اتصال نقول له لا حاسك تقول والله اتصال. قلت لا معنا مين الاسم يا مع ام تركي تبرعت ب 250 ريال ما شاء الله. لا 50 ريال تقول وصلوها وسجلوها على الصبوره، اتصالها وصل، الله يجعلها ان شاء الله في ميزان حسناتها. انا والله اني جاني تبرعات على جوالي في حسابي في تويتر وفي سناب وفي عده برامج تواصل اجتماعي، التبرعات والله العظيم انها تصلني واني انا استانس واسعد، لانه خلاص يعني ما عاد بقى الا الجماله، مثل ما قال اخوي سلطان واسترسال لكلامه، ترى خلاص مثل اللي يقفل هذه الاوقاف ترى بيكون له اجر عظيم، ربما يكون هناك يتيم ثم بعد ذلك تكفله ثم يتخرج فيصبح دكتور فينفع به الله عز وجل، ثم بعد ذلك بيصبح لك اوقاف جاريه، تجي عند الله عز وجل تقول يا رب ان هذا يقول بسبب اليتيم الذي كفلته في هذا الوقت المبارك. الفرصة بين أيديكم، وحنا ترى ما حرصنا على الحضور اليومي ألا، لأن خلاص يعني حنا جملنا من بداية البرنامج حنا نتكلم، واليوم جاوش خلاص حصد الثمار وصلنا للنهاية، وبإذن الله وبتوكلنا على الله عز وجل أنكم ما تخيبونا، لأن هناك في يتيم يحتاج، وفي أرملة يحتاج، وفي مسكين يحتاج، وفي شاب عاطل يحتاج، ربما أن حص بعض الشباب منا مررت العطالة ويعرف أنه وده يتوظف بس ما يعرف كيف، يبي يساعد هلا، يبي ينفع أمه، يبي ينفع أبوه، يبي ينفع أخوانه، فما يدري كيف ينفعهم، فهذا الوقف فرصة بين يديهم. فأي والله كذلك معنا اتصال حسين سيبل، معنا معنا السلطان. سلطان سلطان أرحب يا سلطان. ألو معي يا سلطان. لا ساكت، فقدنا الاتصال. طيب رسالة يا سلطان للوقف، نرجع لك ان شاء الله باتصال ثاني، لا تقلق. خلي السلطان يكلمنا الحين. حسين حسين تلخبطت يا عيال. حسن حسين ابد ناخذ جو اتصال سلطان. اسمي الله كلمه الله خير. طيب ناخذ تعليقك يا حسين. تبرع بكم؟ هو مات، هو راح اتصال، لكن ان شاء الله اعتبر انها تبرع. عز الله ان شاء الله وصلت عند الله عز وجل. ان شاء الله انها وصلت يا سلطان، الله يبيض وجهك ويا جاك خير، تلقاها عند الله ان شاء الله، وتلقاها في دنياك قبل اخرتك باذن الواحد الاحد. الله يجزاك خير ويرحم والديك ويحفظك ان شاء الله. بيض الله وجهك. ترى هذه الصبوره حاطينها مجتمعنا احنا الشباب، ترى والله انا لاجل ايش؟ التحميس والحماس، لان يا طويل السلامه انت لما تحفز شخص ويتبرع انا اتبرع ذا يتبرع يتبرع، قفلنا هذا الوقت تماما. فيا كنترول نبي الاتصالات اسرع واسرع، لان الوقت بدا يخلص، فنبي الاتصالات بشكل اسرع. الله يسعدكم. ممتاز.
طيب في نظرة سباق ما جانا اتصال. طيب علي معنا جمانة من الرياض. هلا أخ جمانة، السلام عليكم. أخ جمانة السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا مرحبا. أخ جمانة بقي 600 سهم في الوقف، وش حابة تقدمين أو تقولين عن الوقف؟ أقدم 250 بمية مصاري ما شاء الله أخو محمد العاصي. الله يكتب أجرك إن شاء الله، جزاك خير، الله يخلف عليك بخير إن شاء الله، بإذن الله تشوفين أثرها في الدنيا قبل الآخرة يا رب. يا رب. 250 عم مشاري العاصي. طيب خلنا بناخذ اتصالات العجالة. طيب أي اتصال يجينا على طول نستقبله عشان نبدأ اتصالي بعده. ممتاز. وصلنا إلى تبرع من إيثار، تتبرع بنية مساعد الوقف 350 ريال. أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان إيثار. إيثار الله يبيض وجهه، إيثار يكتب أجرس يا رب، يجعلها في ميزان حسناتك. طيب كذلك عندنا متبرع تقول السلام عليكم أخوي سالم، أنا حاب أقول لك أني تبرعت بعشرين ريال والله ما في حسابي إلا هي بنية مساعد المواف وناصر، الله يجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتها بنقطة كذا. طيب عندي كذلك أميرة، السلام عليكم، أنا تبرع ب 14 ريال بنية مشاري اليابسي، أخو محمد اليابسي، والله يجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتها. كذلك خلنا نستقبل كذلك التبرعات. طيب 14 ريال لي. طيب طيب معنا أميرة من جدة، السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. حابة تبرع بنية 250 لخالة الله يرحمها وبنيتها متصابتين. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، والله يجعل ميزان حسناتك. ناخذ اتصالي بعدها لعجالة. ايش اسمه؟ طيب كذلك وصلني تبرع، سلام عليكم، تبرعت بنية ب 31 ريال بنية اخو محمد اليابسي الله يرحمه وبنية ابوي الله يرحمه، دعواتكم لهم، اسال الله عز وجل يرحمه ويتجاوز عنه وان يجمعكم ان شاء الله واياهم في جنة النعيم. نستقبل اتصالات على عجالة. اي عشان نستقبل الصلاه خلينا ناخذ لنا الوقت بدا يداهمنا. طيب يقول هنا امسح وعيد. طيب عندنا روان تبرع ب 500 ريال، روان عتيبي تبرعت ب 500 ريال بنيتي ونيه والديني الله يرحمه. طيب بيض الله وجهها. طيب حسن معك لمياء، تفضل. مساء الله بالخير يا لمياء، من باقي ما كلم اكيد بتقول علي لمياء. لمياء السلام عليكم. سلام ورحمه الله. باقي 600 سهمك، وش تقدمين للتبرع؟ حابة أتبرع بخمسين ريال عن أبوي الله يرحمه وعن والدي الله يطول بعمره إن شاء الله. الله يطول بعمره، اكتب أجرك، اكتب أجرك، اجعله إن شاء الله في ميزان حسناتك ويغفر إن شاء الله لوالدك. إيش اسمه؟ الله ينساك. لمياء. لمياء لمياء الله يرحم إن شاء الله ويتجاوز عنه. طيب نقرأ كذلك التبرعات. الله يحفظه ان شاء الله يطول عمره والرحمه ترى تجوز الميت والحي، يعني الامور طيبه ان شاء الله، فالله يرحمه ان شاء الله ويطول ان شاء الله في عمره على طاعته. طيب نستقبل كذلك اتصال يا شباب، نبي كذا على عجاله عشان خلاص الوقت بدا يداهمنا، فودي ان الشباب الكنترول نضغط عليهم شوي الله يسعدهم، نستقبل تبرعاتهم، نستقبل اتصالاتهم وكذلك نستقبل تبرعاتهم. طيب عندنا كذلك جمانه تتبرع ب 700 ريال، سأل الله عز وجل أن يكتب أجرها. جمانة 700 ريال ولمية. لا لمية كتبت اسمها صح؟ لا لمية 250. طيب مصعب معنا، أم تركي من الرياض. يا مرحبا يا أم تركي. أم تركي ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ والله نحمد الله، وش حالك يا عمه؟ والله خير الحمد لله، كيف الحال؟ والله نحمد الله. أبا تبرع عنا، عني وعن ولدي وعن بناتي. بيض الله وجهك، الله يجعل ان شاء الله في ميزان حسناتك. اخسروني واخسروني من دعواكم، ادخلوني من دعواكم، اني عجوز تعبان ادعوني. على خشمي، على خشمي يا ام تركي. طيب الله يطول في عمرك ان شاء الله على طاعته، واسال الله عز وجل يشفيك ويعافيك ويصلح لك اولادك وبناتك وان يجعلهم قره عينك وان يرحم من توفى يا رب العالمين. هذا الشيء اللي قدمتيه هو اعظم شيء تقدمينه لهم، فيا هنيك والله العظيم بالاجر، وهذا الوقف ان شاء الله يجمعك مع احبائك في الجنه. طيب الاتصالات تتبرع، هنا جاني اتصال من او جاني تبرع من
ريهام تتبرع بنية نواف السند ب 500 ريال. أسأل الله عز وجل يكتب أجر ريهام إن شاء الله ب 500 ريال. حسن معنا سارة من أبها. حسين مرحبا يا سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش حال؟ أنا أتبرع بنية أبوي ونية صقر بن بلال. الله يكتب أجر وجهك خير. بيض وجهك تلقاها عند الله إن شاء الله. كم تبرعت؟ 250. طيب 100. أسأل الله عز وجل يجعلها في ميزان حسناتها. لا خلينا نكمل الاتصالات تونا يا ايه قفله خلاص. طيب الاتصالات بس عشان تفهمون ركزوا معي يا عزيز المشاهد، ترى الاتصالات ما هي باللي اللي هي فيها رقم الجمعيه تحصلها في كاشه الجمعيه، وفيها الرقم عبال الان ابغى الان السي جي يعرضه على الشاشه اللي هي ارقام التواصل اللي نستقبل فيها اتصالاتكم في الفقره، عشان اتصال الجمعيه الان يكلموني يقولون الاتصالات على الجمعية ارتفعت أو كثرت، فعشان ما تلخبط أرقام الاتصال بنحطها الآن على الكاشة اللي هي أرقام القناة بالضبط. طيب نستقبل اتصالات من تويتر أو تبرعات من تويتر. فطيب نستأخذ تبرع أبرار تتبرع ب 50 ريال عن نية مساعدة الزاهب. أسأل الله عز وجل يكتب أجرها. الله يكتب أجرها ويرزقها رزق واسع رب هذا اليوم. الله يرزقهم كل من تبرع وكل من هو في حاجة تبرع، أن الله يرزقه يا رب. يا رب الله يرزقك الجنة ويجعلها إن شاء الله بإذن حسناتك. مساعد تقريبا من أمس اليوم تبرعوا أكثر من يعني اللي يحضرني الآن تقريبا أكثر من 10 أشخاص، وما خوفي كان أعظم. المحبة هذه ترى هي من الله عز وجل. اللهم لك الحمد. وش حاب تقول صدق للجمهور اللي يحبك واللي يعني يحب ظهور مساعد؟ يعني الآن كلمنا اللي هو أتوقع أبو ياسر تبرع 500 ريال لأهله ثم خص مساعد، فأشوف كيف حطك بعد الأهل محبة وتقديرا واحتراما. وش حاب تقول له؟ أولا الله يقدره في الأرض وفي السماء، وأن الله يعزهم ولا يهينهم. النجاحات أولا لوصل لها مساعد هي بسبب الله، ثم دعوة والدي، ثم وقفة الجمهور وقرب دعمي الله لا يهينه. ولكن الجمهور اللي اتصلوا واللي يقولون نتبرع عن نية مساعد الله يجعلها في ميزان حسناتهم ولا يهينهم ويجمل حالهم يا رب. ومساعد مثل ما اسعدكم هنا باذن الله نسعدكم برا، والقادم اجمل باذن الله. ان القادم اجمل، وكل من نظر في مساعد نظر ثقه انه بيشوفه ناجح في مساعد باذن الله انه يكون ناجح بالجمهور اللي اعتزى فيه مساعد. وانت ناجح وتستاهل. جعلك تسلم. جعلك تسلم. طيب معنا كيان، استقبل سلطان، استقبل الاتصال يا سلطان. يلا حيها كيان. كيان يلا يا هلا بكيان. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الوقف رحمة باقي 600 سهم، وش حاب تقدم للسهم للوقف؟ تبرع ال 200 الله يكتب أجرس ويجزاك خير. الله يكتب أجرس ويرحمهم ويجزاك خير. طيب استاهل دغش كينان ولا كيان. طيب انا كذلك وصلني اتصال من شموخ او تبرع من شموخ، تقول فيه السلام عليكم، التبرع بمبلغ 250 ريال بنيه سلامه والد المتسابق حسن العجمي الله يشفيه ويعافيه. اسال الله عز وجل يجعل ان شاء الله في ميزان حسناتها وان يشفي ان شاء الله والد اخونا حسن. طيب شباب ودنا كذلك بعد ندعي لوالدتنا ام تركي، أسأل الله عز وجل اللي اتصلت معنا قبل شوي ودنا والله ندعي لها، أسأل الله عز وجل أن يفرج همها وأن يشفيها وأن يحقق مرادها. ترى الآن الشخص لما يتبرع ثم يدعي ترى هذا أعظم شيء أو أعظم شيء لإجابة الدعوة. فأنت الآن لما تتبرع الله عز وجل يقول قدموا بين يدي نجواكم صدقة، قدم ثم ادع الله عز وجل والله إن شاء الله ما راح يخيبك، الله راح يحققك مرادك. إن كان شفاء فهو شفاء، وإن كان دين ولا هم فهو كذلك، الله عز وجل راح يقضي هذا الأمر بإذن الله تعالى. عندنا اتصال شموخ من الرياض يا حبيبنا خالد. مرحبا يا أختي شموخ. مرحبا يا أختي شموخ، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. أنا أبغى أتبرع عن خالد الحجري.
نية المتسابقة دغش من سعيد. يستاهل يستاهل الله يكتب أجرك إن شاء الله بيض الله وجهك. الله يكتب أجرك. طيب الله يكتب أجرك إن شاء الله ويجزاك الجنة. كذلك وصلني إيصال من نوير اليامي تقول فيه تبرعت بنية مساعد وإيه تبرعت بنية مساعد ووالديه وتبرعت كذلك عن نية نجد العتيبي. أسأل الله عز وجل نوير اليامي استاهل مساعد الله يبيض وجهه ويكتب أجره ولا يهينا وجميل حال. نوير اليامي أتوقع أنا من قروب دعمي ونجد العتيبي برضو تستاهل ونجد العتيبي برضو تستاهل التبرع والله يجعلها في ميزان حسناتهم والله لا يهينهم ويطول عمرهم. طيب بيض الله وجهك معنا اتصال تغريد من حايل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي. أتبرع 250 عن خالتي منصور توفى كم الله يجعلها إن شاء الله. أسأل الله عز وجل يرحمها ويتجاوز عنها ويغفر لها. تكفون ادعوها بالرحمة. على خشم يبشري. أسأل الله عز وجل أن يرحمها ويتجاوز عنها وأن يجعل هذا الوقف إن شاء الله سبب لدخولها في الجنة وأن يجمعكم وإياها في جنات النعيم. هذا هو حال الدنيا ترى. هم السابقون. هم السابقون ونحن اللاحقون ولكن من الموفق اللي يوفق الله إنه يقدم في هذا الوقف. بيض الله وجهك. الله يجزاكم خير إن شاء الله ما قصرتوا مشكرين على الوقف. طيب. إيش قالت؟ الله يوفقنا إن شاء الله وياك وشكلك اتصالك طيب. والله ما خليك. طيب. لا مرحبا ماني بالحالي وأنت معي طال عمرك. الله يعزك. فنقرأ كذلك تبرعات من تويتر. أسأل الله عز وجل يجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم هذا الأمر الأول. الأمر الثاني رحب بن هدلان يا مرحبا ومسهلا. يا هلا كيف الحال؟ نورتنا يا حبيب قلبي. طيب نستقبل كذلك تبرع من منيرة تقول فيها تبرعت بنية بن هدلان وأنت تستاهل يا بن هدلان 150 ريال. خلاك مقفل المايك يفتح المايك حتى أحصل ما هو مقفل حجار. طيب حجار بس قلت والله ما فوت البقرة. طيب طيب أبيك أبيك أو تأكد من المايك. شوف تأكد من المايك ومعنا مين معنا شموخ من أبها. يا مرحبا يا شموخ. ونعم ونعم يا ولا يا هلا يا شموخ. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي. تبرعت من 250 أيوة على نية والدي ومتسابقين. بيض الله وجهك. الله يكتب أجرك إن شاء الله ويجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتك. وصلني كذلك تبرع على تويتر أو بمنصة إكس من العهود تبرعت عن أمها ب200 ريال وتقول ادعو لوالدتها. أسأل الله عز وجل يشفيها ويعافيها ويمد إن شاء الله في صحتها على أو يمد في إن شاء الله عمرها على طاعته. خير ما قدمتي وتستاهل إن شاء الله والدتك وهذا اللي بيبقى لها. يعني جميع الكماليات راح تفنى ولكن هذا الشيء اللي ما راح تنساه امك وبإذن الله انكم تجتمعون في الجنه اسمها العهود. العهود تبرعت ب200 ريال فاسال الله عز وجل يجعلها ان شاء الله في ميزان حسنات. عبد الله الزهراني جاي جنبي ومتحمس وتبرعت اللهم لك الحمد مليان او مليها الصبوره. عطنا يا طول العمر السلام رساله جمهورك وبيك تخص فيه جمهورك. أول شيء الدال على الخير كفاعلة وأقول لكم تصدقوا أن الصدقة فضل عظيم. أول شيء تدفع البلاء تفتح لك أبواب الرزق تفتح لك أبواب رزق أنت ما كنت تحسب حتى حسابها. فتصدقوا وخلوا لكم بصمة في هذا الوقت. الله يجزاكم وياكم خير. بيض الله وجهك. واستقبل اتصال معك سلطان. يا مرحبا ومسهلا يا سلطان. مرحبا. هلا والله ما سهل. سلطان باقي على الوقف 600 سهم وش ودك تقول؟ اتبرع بسهم الوقف 250 ريال لجميع المسلمين. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. وجهك ابيض. الله يعطيك العافية يا سلطان. ونعم. يا بطل. سجل سجل السنة الجاية. طيب شكلها اتصال علينا راح. طيب اتصال راح. اسال الله عز وجل يصلحك ينبتك ان شاء الله نبات الحسن. جاني تبرع تقول فيه انا ملاذة تبرع ب100 ريال عن اختي وعن اخي عبد الله الزهراني ارجوك بلغ اخوي عبد الله الزهراني يا سالم. اسال الله عز وجل ان يجعلها ان شاء الله في ميزان حسناتها وانت تستاهل يا عبد الله. تبرعت ب100 ريال
الله يجعلها في ميزان حسناتها يا رب، والله يجعلها من زود ويعوضها خير، وان شاء الله ان تلقاها في الدنيا قبل الاخره اللي ما تنام عينه يا رب، وهذا اللي يبقى له والله يا رب. طيب كذلك ندى تتبرع ب 250 ريال عن والدي وعن المتسابق مساعد آل زاهد. الله يرحم والديهم، بيض الله وجيههم، والله يرحم والديهم ويكتب اجرهم. اقسم بالله 250 حرج يا ابو سعد تستاهل يا 250. ولكن الحبه هذه كلها صدق يعني؟ والله انا اشوف انه صدق ومساعد يستاهل. والله يستاهل، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحسن حولنا وحوالينا. طيب بيض الله، ولكن دعوه الندى الله يخلف عليه خلفا يا رب يا رب ويرزق رزقه واسع يا رب. طيب معنا اتصال، مين معنا؟ الو السلام عليكم. يا هلا يا سفانة. وعليكم السلام ورحمة الله. أتبرع بمئة ريال للوالد الله يرحمه لقروب الشيخ جميعا. سفانة صفقة، والله صفقة سفانة، الله يمسيك بالخير، والشيخ لكم محبة كذا في قلبي قسم بالله كبيرة، وحتى البعد عبد الله كرمان معنا يقول لكم معزة وغلا في قلوبنا المتسابقين. إيه المتسابقين برض الناس كلهم، اتفقنا؟ أسأل الله عز وجل أن يرحم إن شاء الله والدك ويجمعك إن شاء الله في جنات النعيم، ويجعلها إن شاء الله ما قدمتي في ميزان حسناتك ويخلف عليك بخير. سفانة بسألك سؤال كذا شوي وبطلع عن الفقرة شوي، كيف كانت فقرة المطبخ معك؟ لأن الفقرة هذه تعني لي أنا يا سالم كثير. إيش؟ فقرة المطبخ كيف كانت معك؟ والله من أجمل الفقرات اللي شاركت فيها، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك ونشكر الله لكم. الله يرحم والد. الله يغفر له إن شاء الله، ونشكركم كذلك حماسكم. جاني تبرع ب 700 ريال من فوز عن نية شفاء أمي في العناية، الله يكرمها بالعافية. أسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها، أسأل الله عز وجل أن يقر أعينكم إن شاء الله بشفائها، وأن يمد إن شاء الله في عمرها على طاعته، وأسأل الله عز وجل أن يمد في عمرها وأن يشفيها شفاء عاجلا، ونجمعكم معها في الجنة يا رب العالمين. كذلك وصلني تبرع من ريناد، وصلي تبرع من ريناد ب 50 ريال، أسأل الله عز وجل أن يجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتها. كذلك وصلني التبرع من أختي نورة، تتبرع دقيقة، أختي تتبرع ب 150 ريال، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتها. مين معي؟ ألو السلام عليكم، مين معي؟ نورة كم؟ نورة 200. راما من الرياض، يا مرحبا يا راما. صحيح. روح. هلا اخت راما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحييك، يا مرحبا. بقينا تبرع عني وعن امي. اسلمي. اخت راما افلحت ولم تعد. اخت راما تسمعينا؟ ضاقت مية عن امي. طيب انا سمعت تبرعت عني وعن امي صح؟ ما هو سلطان يقلب الالف ها ويقلب الها الف من اليوم. طيب. اعتبرها وصلت بس. الله يجزاه خير. الله يسعدك يا راما. طيب خلنا ناخذ اخر اتصال. يحفظ لك والدتك يا رب العالمين. يستاهل يستاهل يستاهل. ويخلف عليك بخير ان شاء الله. والله نشا مور انا نشا. والله والله ناصر حبيبي وراي هنا. انا عط ابو نايف. ابو نايف. تحيه لابو نايف يا عيال. والله ابو نايف عاد هو بلدة كبد المتسابقين. يستاهل والله انه يستاهل، خلوق وجميل وما شاء الله جامح من كل نواحي. بس بيني وبينها الله يكفينا شره بعد شوي. جامعنا لو شفت الله يكفينا. هو ذا الحين بعد عليك امر الله. الله يكفينا شره. طيب معنا اول شيء معنا تبرع، هذا التبرع او قبل التبرع في وحده اسمها اتش او تقول خلهم يدعون اللي بيتبرع وما يقدر. الله فندعي لهم، اسال الله عز وجل ان يخلف عليكم وان يرزقكم وان يرزقكم الوظائف او التجاره اللي تتمنونها، وعند الله ان شاء الله وصلت. وكذلك وصلي تبرع من عهود، تقول تبرعت ب 100 تبرعت ب 130 بنيه الكاتب الجميل سلطان الصباح. تبرع بنيه الله يكتب اجره عهود. طيب الله يكتب اجره. طيب معنا ايمان، وبيك تستقبل لان هذا اخر اتصال، بيك تستقبل يا بنت هدلان. معنا ايمان. كم عهود ايمان؟ تبرع بيض الله وجهك وجه ايمان. ايمان دقيقه لو سمحت ايمان، التبرع الفيصل بن هدلان صح؟ لو سمحت ايمان 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 حبيبتي ايمان، التبرع الفيصل بن هدلان صح؟ لا والله خلاص يا ايمان ايمان
الله يوفق سكت الله يوفق سكت بدرس امين انا احبك يا ايماء وانا احبك لا انا احبك مره ما شاء الله وانا احبك ما شاء الله سارة الرحمن ما شاء الله ابو سعيد هذا وش لديك هذا طيب شباب وصلني التبرع من ابراهيم ركزوا معي هذا التبرع ابراهيم سعد الفهيد ممتاز اسمعوا التبرع ركزوا معي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتبرع بمبلغ 10,000 ريال ان شاء الله ميزان حسناته طيب شباب خليني اكمل رساله وارسل لي كذلك الايصال يقول فيها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتبرع بمبلغ 10,000 ريال عن سيف بن محمد العجمي ووالديه و10,000 عني وعن والدي ووالدتي اخوك ابراهيم بن سعد الفهيد ونعم اسال الله عز وجل ان يكتب اجرك ابو سعد هدام ابو سعد ارحب يا ابو سعد هذا هو كبس أيه. الله كبس ابو سعد ابو سعد والله وجهك كبس صقر اول شيء يا جماعه الخير الله يجزاك خير يا ابو سعد نعم. ويبيض وجهك الشيء الثاني نتمنى من الربع والاخوان واللي يشوفونا على الشاشه الدعاء نعم السيف العجمي ابو والد ابو حسن نعم ابو حسن ايه ادعوا له بالشفاء وطولة العمر على العز والطاعه اسال الله عز وجل اسال الله ادعوا له اسال الله عز وجل يشافيه ويعافيه ان شاء الله توضيحا توضيحا بس ترى تبرع ب 20,000 ايه 10 اسال الله عز وجل يكتب اجره بعض الله وجهك ابو سعد والله العظيم من هذا الاثر اللي بيبقى والله عز وجل دائما سباق للخير ما شاء الله تبارك الله واتمنى ترجو الحسن يا شباب انا ما بنهي فقره يجي حسن ادعى حسن سلطان لا سلطان طيب بس بكر يا مني في الاستديو والله بالله نطنا نادل انا تبرع باسمه طيب حسن ابيك تجيني اصغر واحد انت كذا اسال الله عز وجل يجعلها ان شاء الله في ميزان حسناته هذا الاثر اللي بيبقى وانك انك تخرج في برنامج ثم يجوك محبين يتبرعون عن نيه والدك بمبالغ كبيره هذا والله من الاثر الباقي اسال الله عز وجل ان يجعلها في ميزان حسناته ونخلف عليه بخير وايش في والد اخونا وحبيبنا حسن اسال الله ان يمتع بالصحه والعافيه وهذا هو اللي بيبقى لنا والله ان كل شيء بيفنى الا ما قدمناه عند الله عز وجل فهذا الشيء اللي انا اقوله وبياخذ تعليق الشباب والدعاء كذلك لابراهيم بن سعد الفهيد اول شيء نبدا من اليمين اقول عسى الله يشافيه ويعافيه ويطول في عمره ان شاء الله ويقومه بالصحه والسلامه باذن الواحد الاحد يا رب ان شاء الله ان الله يقومه بالصحه والسلامه باذن الواحد الاحد عسى الله يوفقه ويجزى ابو سعد خير ان شاء الله على مع خويه وقفته مع خويه هذا اجر عظيم يلقاها عند الله ان شاء الله سبحانه الله يوفقك اذا بتسمح لي ابو سعد طيب عندنا وش من هذلان خلينا نمشي بكم يمين مثل ما قلت الله يجزاك خير ابو سعد ويبيض وجهه ما هي بغريبه عليه ابدا الشيء الثاني ندعو المشاهدين للدعاء للسيف ابو اخونا حسن بالشفاء العاجل وان الله يمده بالصحه والعافيه ويمد بعمره على العز والطاعه انا بنذكر حاجه بسيطه يا ابو سعيد تفضل يا ابو سيف عليه السلام اولا والله العلي العظيم ما كنت ادري ان ابو حسن تعبان او في شيء والدنا جميع نعم الله ينزل له العافيه يا رب ويجعل ربي يطول في عمره ويجعل ربي يرزقه بر حسن آمين. وان الله يطول في عمره وينزل له العافيه والله يجعلها خالصة الوجه ربي أنا أتبرع ب 250 ريال سهم الفرد على نية أبو حسن الله يجعل ربي يطول عمره ويوفقك بيض الله وجهك طيب حسن سمي أبو إبراهيم بن سعد الفهيد تبرع قال في بسمع كرساته قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتبرع بمبلغ 10,000 ريال عن سيف بن سعد محمد عن سيف بن محمد العجمي اللي هو والدك والدي بمبلغ 10,000 ريال بيض الله وجهك وش حاس تقول بيض الله وجهه بياض السيف والله العظيم والله يكتب اجره ويجعلها في ميزان حسناته جعل ربي يوفقه ويسمح دربه وين ما راح وين ما جاء الله يكتب والله العظيم ان شعور ما اقدر اوصفه الصدق انا يا حسن ربي ليهينا انا يا حسن يجيني الجماهير يتبرعون بنيه والدك كثير وانت سال محبه الجمهور هذه واسال الله عز وجل يشفي والدك وكذلك مامين. اخوي مساعد تبرع الان بنيه شفاء والدك جعل ربي ليهينك فأسأل الله عز وجل يشفي والدك اللي هو والدنا جميعا وبإذن الله بإذن الله بإذن الله أن نفرح بشفائه وإن شاء الله نجتمع إن شاء الله معه ورسالة أبي كذا رسالة أخيرة لإبراهيم
للفهد وكذلك للجمهور كافة ولإخوانك المتسابقين. أول شيء الله يبيض وجيهكم كلكم ويجعل ربي ليهينكم ويجعلها في ميزان حسناتهم إن شاء الله. والله أن المشاعر عندي متلخبطة الصدق والله ما أدري ويش أقول. وأن سبحان الله أن المحبة من ربي وأن القبول من الله. جعل ربي يطول بأعماركم إن شاء الله ويوفقكم إن شاء الله وجعل ربي ليهينه ويسمح دربه إن شاء الله وين ما راح وين ما جاء. نشكره شكر جزيل والله يجعله إن شاء الله ميزان حسنات. أنا والله أن الاتصالات والرسائل إنها محرقة جوالي ولكن الأخوي المقدم ناصر الحربي يقول يا سالم إنه الفقرة إنه الفقرة. فأنا إن شاء الله راح نجيكم إن شاء الله بكرة وبعده. اليوم حد الأحد. اليوم ما في بكرة. اليوم خلاص. اليوم آخر ليلة عنا قبل. والله أنت يا أبو سعيد البرنامج. اسمع شفت وقتك أمس. بدل نفسه ابدل لان انت ما ودنا نتعبك وندري انك تيجي وتروح. والله ان الله ان الله يثمن تعبك يا رب. اذا 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 اكتمل الوقف كل فضل الله والناس اللي تبرعوا والقائمين عليه ولكن ولكن يا ابو سعيد ودنا انك تجينا لان انتهى البرنامج على قفل الوقت على على خشم باذن الله يا ربي فرحنا باكتمال الوقف. شكرا لكم جميعا والله العظيم اني ما اعرف اول شيء انا ما اعرف كيف اشكركم انتم يا اخوان المتسابقين ثم بعد ذلك اشكر الجمهور شكرا لهم على اللي قدموا على اللي شروا وعلى اللي تبرعوا. شكرا لكل شخص كان سبب في اكتمال هذا الوقف. يا رب انه يكتمل هذا الوقف إيه؟ باذن الله انه راح يكتمل. نلقاكم ان شاء الله بتلبيه اللي طلب الشباب بعد قليل ان شاء الله قبل الفجر بساعه. فاقول في اخر مجلسنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وفي امان الله. في امان الله. الله يحفظك. الله يبيض وجهك. لا لا نوقف.